فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا قتل مؤمن كافرا فهل يكون عليه دية؟ إذا قتل مؤمن كافرا، إذا كان معاهدا عليه الدية والكفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.